احتضنت القاعة متعددة الرياضات بالدويرة الجولة العاشرة من بطولة القسم الممتاز لكرة اليد سيدات، والتي جمعت بين فريقي جامعة الجزائر وجمعية قسنطينة. بداية اللقاء كانت حذرة من كلا الفريقين، لكن الضيف جمعية قسنطينة كان السباق لفتح مجال التهديف عند الدقيقة الثانية بهدف لصفر، ثم 3-1 عند الدقيقة الخامسة. مع تضييع الفريق المحلي للعديد من الكرات بسبب التسرع، لتعود بعدها العاصميات لتنظيم صفوفهن محققات أول تعادل في اللقاء ب3 أهداف في كل شبكة عند الدقيقة العاشرة في ظل تألق الحارسة القسنطينية. ووصلت بعدها فتيات الجامعة سيطرتهن على مجريات الشوط محققات أول تفوق ب4-3 ثم 5-3 ليعمقن الفارق إلى 3 أهداف بنتيجة 6-3 عند منتصف الشوط الأول في لقاء عاشه رئيس النادي القسنطيني على أعصابه. بقية الدقائق شهدت تضييع الفريقين للعديد من الكرات مع سيطرة شبه كلية لفتيات مراد أيت وعراب، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 13-9 للفريق المحلي. الشوط الثاني دخلته القسنطينيات بقوة مقلصات الفارق ل3 أهداف ب13-10، لكن العاصميات عدن بسرعة معمقات الفارق إلى 5 أهداف ب15-10 ثم 16-11 ثم إلى 6 أهداف بنتيجة 17-11 أمام استسلام فريق الجمعية مع مرور الدقائق. الدقيقة 9 من الشوط الثاني شهدت طرد حارسة فريق جامعة الجزائر بالبطاقة الحمراء بعد اصطدامها بلاعبة جمعية قسنطينة. اللقاء شهد العديد من التدخلات العنيفة جراء الإرادة القوية لكل فريق في تحقيق الفوز والظفر بنقاط اللقاء. إرادة العاصميات كانت أقوى، حيث عدنا وتحكمنا في زمام الأمور محققات تقدم بنتيجة 20-14 ثم 21-16. آخر 5 دقائق شهدت عودة القسنطينيات مقلصات النتيجة ب21-18. المباراة شهدت ثاني طرد بالبطاقة الحمراء، هذه المرة كان من طرف الفريق القسنطيني، لتكون الدقائق الأخيرة جد عصبية مع 3 حالات طرد بالبطاقة الحمراء والثانية لفريق جامعة الجزائر. القسنطينيات عدنا مع نهاية اللقاء وقلصنا النتيجة ب22-20 ثم 23-21. لينتهي الشوط الثاني ومعه المباراة بنتيجة 24-21 لصالح جامعة الجزائر.
وكانت هذه أصداء ما بعد اللقاء في ميكروفون الهوكار نيوز. كان اللقاء كان بدا يجي كما يقولوا مليح، كان في اللقاء كان مليح من عاد البدايه، وبدينا نلحقوا وين كنا فايزين بسبع اهداف ولا ست اهداف ولا سبع اهداف. بعد بدا الحاكم دار شويه، دار غلطات واللي خلاو يعاودوا الفريق الخصم يعاود يولي في المقابله، والاحتجاجات هذه كانت كما نقولوا لازم نديرها، والناس لازم تجي تشوف مقابلة كيما هذه، ولازم يجيو يشوفوا الحكام هذو، حكام خاطر الحاكم يقدر يبدل لك مباراة ويكونوا فيها احتجاجات ويكونوا فيها مشاكل. ان شاء الله احنا فزنا بالمقابلة، ادينا كيما يقولوا زوج نقاط، هو هذا في المقابلة هذه هي الصح، وحنا نحاولوا ثاني مازال احنا رانا ماهيش نخدموا على المقابلة هذه، ولا احنا نكون في فريق، عرفتوا باللي الفريق تاعنا كيفاش كان وراه يتحسن من مقابلة لمقابلة. كان لقاء شويه صعب في الاونه الاخيره تاع المباراه، بصح استطعنا نتحكم في المباراه هذه، يعني لي جوار تاعنا كانوا مستحقين الفوز. ليكيب يعني تاع قسنطينه ايكيب مليحه، بصح كما تعرفوا كما يعرف الجمهور كو توجور لو ميور كي غاني، اي اون ا غاني. ميرسي. بون، شو نقول لك، عينا مع الماتش، مع الاول لعبنا نورمال، دخلنا كيما مالفين، مي البروبليم سي لي زاربيت شويه كانوا بالكوتي تاع ليكيب الاخرى، مي الحمد لله احنا درنا اللي علينا وتفوقنا على الفارق. بكل صراحه كون شفتوا اليوم التحكيم، يعني كيفاش يعني دخلت في راسك التحكيم يلعبوا مع فريق من العاصمه، يجيبنا التحكيم من العاصمه. وبكل صراحه شفتوا في الشوط الثاني يعني كنا دوميناسيون توتال، هو قتلنا الماتش. بكل صراحه اليوم التحكيم عاونهم باش ربحوا اليوم، ما كانوش يربحوا اليوم. بكل صراحه يعني كنتوا تشوفوا اليوم بيشير ها كنتوا تشوفوا، سبحان الله، انتم كنتوا طوك صحافه كنتوا تشوفوا في المقابله، المقابله كانت ايكيليبري لي دو كونتي، مي وصلنا الوقت ولينا سبحان الله كسرنا، يعني خرجنا لي دو مينوت كسرنا اللعب ورفسنا باش ربحوا، سبحان الله. سي تانا بيش اربيتاج معروفين، بليس دو سا لعبوا مع العاصمه، ديرنا تحكيم العاصمه ممكن، يعني بكل صراحه اليوم التحكيم هو اللي خسرنا ماهوش الفريق. بكل صراحه نهضرها كنت سانسيريتي صحافه. السلام عليكم. حنايا الماتش هذا خسرناه باتمون، بون لي في بداو مع الاول، بدينا الماتش بيان، لعبنا دخلنا في الكومبيتيسيون، دخلنا في الماتش، دخلنا في الكونتاكت، بعد ابري البنات بداو يطلقوا بشويه، ما على بالناش واش صرا، ونا اونكيسي دي بيوت، كنا ماركي ومن بعد ابري كنا نونكيسيو بزاف دي بيوت، مع الاول كنا نرجعوا في الريزولتا، يا ابري ما فهمتش واش صرا البنات. يافي دي في لي جاو جدد ليكيب هذه، مازال ما كانش بيناتهم تنسيق، دونك ان شاء الله نشوفوا في الروتور ان شاء الله، بالك اون فا فيغ دو بون ريزولتا ان شاء الله. وفي باقي نتائج مباريات الجوله ما قبل الاخيره من مرحله الذهاب، نادي قسنطينه يتعادل بميدانه امام المجمع النفطي ب20 في كل شبكه، نادي توغورت ينهزم بميدانه امام فتيات قديل بنتيجه 19-23، نادي البيار يفوز أمام نادي أرزيو ب22-15، حواء سعيد 20، فتيات ميلا 16، أولمبي قسنطينة 26، فتيات بجراح 17.